أغرب عشر هوايات. القراءة الخفيفة. جوزيف تايري لديه أكثر من 5200 كتاب، ولكن لديه أصغر مكتبة في العالم، وهذا لأن كل الكتب الصغيرة ليكون صاحب أكبر مجموعة في العالم من الكتب المصغرة. بدأ تايري جمع الكتب الصغيرة في عام 1972، والتي تضم بعض الرسومات باليد من الصين أو كتب ذات أغطية خشبية منحوتة، ويمتلك عدة كتب لا يملك أي شخص آخر نسخا منها، وأقدم كتاب يملكه عمره أكثر من 100 سنة. مجنون بن لادن. مارتن بار في المملكة المتحدة يملك أغرب مجموعة من التذكارات، وقال إنه حصل على تذكارات مارغاريت تاتشر في الثمانيات، وإنه في نهاية المطاف وجد موضوعا جديدا لهوسه، أسامة بن لادن. بار يملك مجموعة مرعبة من التذكارات التي تحمل صور أسامة، أكواب قهوة، دوما، كرات، ساعات، وورق التواليت، وأكثر من ذلك. أما وجهة نظره فهي لا تقل غرابة عنه، حيث يقول: كل هؤلاء الطغاة الفاشلين بحجم غرورهم الكبير هم السبب في هذه المنتجات. سيليكون سالس. بوب جيبنز في المملكة المتحدة يمتلك أكبر مجموعة في العالم من دمى السيليكون، وقد أنفق أكثر من 200,000 دولار للحصول على 240 قطعة من دمى الحب، وتغلب على حامل الرقم القياسي الياباني السابق الذي كان يملك 100 قطعة. جيبنز يعترف بأنه يمضي كثير من الوقت في تزيين واختيار ملابس لتلك الدمى. الرجل البالغ من العمر 61 عاما كان معروفا من قبل السكان المحليين أنه يأخذ الدمى في جولات خاصة في سيارتها أو لالتقاط صور في الجبال. زوجته إليزابيث تقول أنها لا تمانع في هوايته الغريبة، وقالت أنها تتمتع بالتسوق لشراء الملابس للدمى، وتقول إن المجموعة قربت أكثر من زوجها. البط المطاطي. شارلوت لي، المرأة البالغة من العمر 42 من سياتل، تملك أكثر من 5,000 قطعة من البط المطاطي، بدأت تجميعها في عام 1996 عندما بدأ الأصدقاء منحهم لها كهدية، واستمرت في مشوارها حتى يومنا هذا، وبذلك ضمنت لها مكانا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، لأنها تملك أكثر مجموعة من البط المطاطي في أعوام 2003-2007 و2011. مهووس مايلي. كارل ماكويداس يمتلك مجموعة غريبة من تذكارات مايلي سايروس، ويعرضها بفخر في جسده العلوي في شكل 21 وشما، وهي تشمل عناوين الأغاني وعناوين الألبومات وصورا مختلفة لمغنية البوب، وتشكل أكبر مجموعة معروفة من نوعها، وأحدث وشما يصور مايلي تهز لسانها مستوحى من أدائها سيء السمعة في VMA. يقول رجل البريطاني: العديد من الناس يحصلون على كل أنواع الأشياء كوشم على أجسادهم مثل الرموز الصينية أو صورا لشخصيات الرسوم المتحركة، ما الغريب في حصول على وشم مايلي سايروس؟ باربي بونانزا. جيان يانغ لديه مجموعة من دمى باربي بما يكفي لجعل أي فتاة بالغة من العمر 10 سنوات تستحي. بدأ في جمع الدمى منذ أن كان عمره 13 سنة، ويملك أكثر من 6,000 دمية حتى الآن، وكانت أول دمية باربي يمتلكها ترتدي الزي الرياضي، ومن بعدها بدأ في تكوين مجموعته. اكتشف السنغافوري يانغ أنه قد أنفق 392,000 دولار على تلك الهواية. أقلام حبر لمرسيدس. كوستاس شوتلر في كاليفورنيا، مصمم الجرافيك شوتلر، يجمع أقلام الحبر في وقت فراغه، 10,000 منها حتى الآن تزين الشكل الخارجي لسيارته المرسيدس موديل 1980، وكان هذا قبل حملة التبرع الأخيرة التي جمع فيها 30,000 قلم، وكان قد جمع بالفعل احتياطي من 70,000 قلم، أما هدفه فهو الوصول لمليون قلم. قشور الموز. بيكي مورتز تجمع قشر الموز من أمام السوبر ماركت بانتظام، وجمعت بالفعل ما يقارب 8,000 قشرة حتى الآن. مورتز تزور ما يصل إلى 25 من محلات السوبر ماركت المختلفة كل أسبوع للعثور على القشور، وقد أجبرها هذا على البحث عن طرق لاستخدام الموز في الطبخ. زاك هامبل هو ملك كرة اللعب، خريج غيلفورد وطالب الدراسات العليا، جمع 7,100 من كرة اللعب حصل عليها من 50 ملعبا مختلفا منذ أن بدأ رحلته في عام 1991. عشرات من وسائل الإعلام سلطت الضوء عليه بسبب هوايته الغريبة. هامبل كتب 3 كتب ودعي للظهور في تونايت شو للحديث عن مجموعته. تتميز مجموعته بالكرة التذكارية وكرات قياسية وكرات قيمة، ثم هناك تلك التي مزقها اللعب فتحولت إلى شكل فريد.
جامع ملاعق الطائرات ديتر كابش جمع 1760 ملعقة من 447 شركة طيران مختلفة على مدى 13 سنة، وتشمل ملاعق من الخطوط الجوية الإمبراطورية والمتوقفة حاليا، فضلا عن واحدة من خطوط بانام من الثلاثينات. بدأ جمعها حين كان في عطلة في إسبانيا مع شقيقته. من تلك النقطة قرر جمع ملاعق من كل شركة طيران يحلق معها، وبعد مرور بعض الوقت تحول هدفه إلى الجمع من كل شركات الطيران الموجودة في العالم. وقد اتخذ ديتر أيضا صورا لكل ملعقة وفهرسها على فليكر لكي يراها العالم أجمع.